ماتش الاهلي والغاز محله كان ماتش جميل جدا، وكان فيه كوره وكان فيه فنيات عاليه وكان فيه مجهود للفريقين. احنا متعودين على الاهلي طبعا في الدقيقه بلس 90 لازم يجيب، يعني انا كنت واثق مليون في المية ان كره علي بعلول داخله. الحمد لله فرقه الاهلي فاهم بتدينا ثقه ان احنا لازم نكسب ان شاء الله، يعني في كل مباراه حتى لما بنتعادل التعادل بالنسبه لنا هزيمه يعني، وده احساس ان الروح فينا الحمله مدينا دايما كده. الصراحه الاداء كان روعه جدا، بس هو طبعا في شويه مشاكل كده اللي هو التغييرات بتتاخر شويه، بس انا طبعا شايف ان الاداء بيتطور الحمد لله، وان شاء الله يكون ربنا يوفقنا الفتره الجايه في بطوله افريقيا وان شاء الله نحقق المره الثالثه على التوالي. يعني هو ماتش بان فيه برده شخصيه الاهلي اللي احنا متعودين عليها، اللي هو ان احنا نكسب في اخر ثانيه. هو الاهلي دايما معودنا على كده، انك ما تقولش الاهلي خلاص خسر او تعادل، لا استنى لغايه لما الماتش يخلص وفرت الحكم بعد كده يبقى احكم. انا شايف ان النادي الاهلي يعني ما كانش بيلعب حلو في الماتش ده، ومفروض اما نيجي نلعب ماتش في الدوري يعني ندخل نحاول نبدا نجيب الجوان في الشوط الاول ونحاول نزود من الاهداف، يعني ما نستناش لاخر دقيقه ويتعادلوا معانا ويكسبوا. فاحنا المفروض كنا نكسب من اول الماتش، وشايف ان احنا المفروض نحسن من نفسنا عشان نكسب بقيه الماتشات. يعني هو بالنسبه للماتش كان ماتش جميل، وانا من وجهه نظر ان ده كان اسرع ماتش في الدوري، كان في سرعه من الفريقين، واحنا الحمد لله كان ادائنا برضو على قد ما مش جيد جدا، بس برضو احنا بنطلب برضو من المدرب موسيماني ان امبارح برضو كان في كذا لعيب بيرجع يدافع، واحد زي بريسي تاودا كان بيرجع يدافع، يعني حضرتك ده برضو هيجيب مجهود منين؟ الماتش امبارح كان حلو وبانت فيه شخصيه الاهلي اللي هو بلس 90 والشخصيه اللي الجمهور الاهلي متعود عليها. اولا الاهلي دوت يعني اكبر فرقه في مصر وفي افريقيا، امكانيات احسن لعيبه تعتبر في مصر وفي افريقيا، انها اقارنها بمجات المحله يبقى ده ظلم. والله الماتش كان 10 على 10، بس يعني بتمنى ان يكون في احسن من كده كمان، يعني الماتش كان كويس والحمد لله على فوز الاهلي، وان شاء الله احنا اللي هناخد الدوري باذن الله. هو بصراحه الماتش كان جميل قوي، موسيماني لعب حلو، بس هو في بس التكه اللي بتاعت احمد عبد القادر بينزل متاخر ديت، كان المفروض ينزلوه بدري شويه، وحسين شحات يعني اديله برده ثلاث وقت يعني طويل شويه. لا الماتش كان حلو، بس موته اكرم توفيق خالص، بس هو اكرم توفيق بيلعب بروح. لا والله الماتش كان صعب، والملعب بتاعهم بصراحه ما كانش كويس، بس الحمد لله يعني لحقنا لنفسنا. بصراحه الجونين اللي جم مش جم كده، بس هم بصراحه كانوا بيلعبوا كويس عشان ملعبهم بس. والغزل المحله فرقه حلوه وما خسرتش ولا ماتش الا الماتش ده. والله انا شفت الاهلي عمل ماتش كويس جدا، بس طبعا التراجع بتاع لعيبه الاهلي المفاجئ ده ما عجبنيش. كان المفروض الاهلي يخش بعد ما جاب الجون الثاني يدوس ويحط الثالث والرابع وينهي الماتش بدري، انما التراجع اللي حصل ده والغلطه طبعا بتاعت الجون بتاعت ياسر ابراهيم كان لازم يغطي احسن من كده. الحقيقه عندنا جمهور واعي وفاهم كويس جدا، حتى الشباب الصغير اللي عنده 14 15 16 سنه يعني فاهم كويس جدا، وبيقول كل الاخطاء وكل السلبيات اهو بنجيبها لحضراتكم على الهواء مباشره وعلى الشاشه زي ما حضراتكم شايفين، وايضا الناس اللي بتقول الايجابيات بتتكلم عن الايجابيات بشكل او باخر. تدريبات استشفائيه